من شرم الشيخ مدينة السلام. وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت في مدينة السلام شرم الشيخ فعاليات مؤتمر إفريقيا 2018 في نسخته الثالثة تحت عنوان القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية، وذلك بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية. وبكلمة تتضمن رؤية مصر تجاه دعم وتمكين الشباب، جاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة شباب رواد الأعمال بإفريقيا، وهي الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي للمنتدى غدا الأحد، وهي جلسة تعنى بدعم قدرات الشباب الإفريقية في مجال تنمية ريادة الأعمال والابتكار. وشارك فيها الرئيس الرواندية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتير عام منظمة الكوميسا ولفيف من كبار رجال الأعمال الأفارقة ورؤساء عدد من كبريات الشركات العاملة في إفريقيا. يسعدني أن أنضم إليكم اليوم في هذا الحدث الهام الذي يعد أحد قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين دول قارتنا الإفريقية، ويمثل تأكيدا لرؤيتنا تجاه الشباب في مصر ودول القارة الإفريقية الشقيقة وثقتنا في عقولهم وقدراتهم. إننا نؤكد تماما أنكم أغلى ما نملك من ثروة، كما نؤمن بأن أفكاركم المبتكرة هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي.